اوكي بنكفي. فاذا هلا صرنا بفيديو 4، كل محاضره هي عباره عن 5 فيديو، نتسمع عليهم منيح، نفهمهم منيح، بنرجع بنعمل انتر اكسيون فيما بيناتنا ان شاء الله على الواتساب او على الزوم، مثل ما التقنيات بتقنعنا ان هي احسن. اوكي بيان. Alors ici, faites attention. Je suis en train de vous rappeler d'une notion élémentaire que si on a un chemin qui part d'un ensemble A et qui arrive à un ensemble B, tel que A et B sont disjoints, je suis en train de dire qu'il y a un certain moment où P doit quitter A et arrive à B. P, A, B, alphabet مفتوح هيك, إذا أنا باخد le P, إذا باخد الألفا هون والبتا هون، الـ P ألفا بتا هو البورسيون من ألفا لبتا من الـ P، ألفا وبتا إنكلو. إذا بحط ألفا مفتوحة بيكون بدون الألفا، إذا بحط بتا مفتوحة بيكون بدون الألفا والبتا. أوكي؟ دونك P ألفا بتا سا بو إتر فيد، فات أتونسيون، سي إي سولمون سي ألفا بتا إت أون أريت. بس أنا بالنسبة لإلي كهيك كإيماج، مع اني حذرتكم من الإيماج، بس هوني مثلا من الاشياء المفيده، اذا انا بطلع من هالاكس ضلني ماشي 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 بطلع الى في شيء اسمه اخر مره تركت الآ. طبعا انا ممكن اطلع وكذا، اخر مره بترك الآ هي انسرتان الفا، واول مره بفوت على البي هو انسرتان بيتا. كفي طريقي برجع بطلع ربط اللي بدكم اياه، بس اخر شيء بوصل على إيجري. هل بارتي من الشما بي اللي هو ما بين الالفا والبتا، اذا في حدا هودي لا بيكونوا ب ا ولا بيكونوا ب بي. essayez de démontrer ça. Donc je vais mettre ici un exercice. حاولوا لوحدكم تبرهنوا لنا هالاكزرسيس. وانطلاقا من هذا الحكي، هالمبدا اللي بحب انه يبقى معكم على طول، بدي منكم تحاولوا تبرهنوا لي التالي اكزرسيس. Soit P un x, y géodésique, et soit UV appartient à P, montrer que P sur UV fermé est un UV géodésique. Yani, كل شقفة من الجيوديزيك هي جيوديزيك. انه والله اخذت انا البي واخذت يو في على البي، قال لك برهن لي انه هالشما هذا سي يو في جيوديزيك. هون لاحظوا اذا انا عم بكتب اكس ايغريك، طبعا انا بدي برهن مثلا والله انه هذه الشقفه هي يو في جيوديزيك. بيجي بكل بساطه بقول اذا هذه مش اقصر الطرق فباخذ اقصر الطرق وحدا ثاني اسمه بي بريم من الاولى للفي، بصير هذا اقصر من هذا بين الاكس والاي، بوقع بكونتراديكسيون. بس انا شو بكون عملت هلا؟ بكون خدعتكم من خلال الصوره. يعني هذا مثل، ايمتى الصوره بتخدعني؟ قبل شوي مثل ايمتى الصوره بتساعدني، هلا ايمتى الصوره بتخدع؟ هي الصوره اللي بصراحه لا ساعدتني ولا خدعتني. انا اليوم اذا انا محارب، وعندي صخره، اذا انا بنطح راسي بالصخره بتاذيني، اذا انا بحتمي ورا الصخره من رصاص الاعداء بتحميني. الصخره لا حمتني ولا اذتني، انا طريقه تعاملي مع الصخره هو اللي بيحميني بينفعني او بياذيني. نفس الشيء انا هون، انا لما قلت هيك البي بريم صح بصير هذا شما اذا شكله للبي بريم هيك، بس انت لا ريونيون دو دو شما ايتان شما، لما المحل ما بيخلص الاول ببلش الثاني، لكن هذا البي بريم من قال يمكن يكون هيك شكله. اوكي، فبيجي اخر مره ترك اسمه الفا، اول مره فات اسمه بتا، بيجي هيك هيك هيك، هذا اقصر من هذا وهذا اقصر من كل هذا وهذا اقصر من هذا، فاذا المجموع صرت انا اقصر من البي الاصلي اللي هو جيوديزيك. اون كونتر، جربوا اكتبوا لي هالافكار. هذا اكزرسيس. ان اوتر اكزرسيس، برهنوا لي انه دي ات اون ديستانس توبولوجيك. دي ات اون ديستانس
topologie. يعني مش أكيد مش عم بسأل عن أول بروبريتي ولا عن تاني بروبريتي دي ديستانس، برهنوا لي الإينيجاليتي تريانجولار أصغر أو بيساوي دي إكس زد بلوس دي زد إيجراي كالكوس.